والله يجيرنا وياكم مثل اللي يتقرب من السيل. صحيح. ان جيت في جانب منه ولقيت لك من يردك، نعم. اما بتذكير او من الله سبحانه وتعالى، او انك قمت تقول له الخطوة الثانية بأتعمق وأشوف حتى تطب لا سمح الله في غبة السير، السير هذا يجرفك ما تدري وين الله موديك يشيلك. هذه هي المعاصي. أي والله. تحاول تجذب الشخص وحفة الجنة بالمكاره وحفة النار بالملذات. أي. من طاوع الهوى نفسه فهو قريب من النار عياذا بالله منه، أمنا بالله وبعيد من الجنة. ومن عصى النفس عن الهوى وجمعها وجمح رغبتها، هذه كانت له وهي ملذات النار، تقرب منها هي الأعمال هنا نار لكنها جنة، الله أكبر، توصلك إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فلا تأتي الجنة إلا إذا علم الله منك صدق النية والإخلاص لله سبحانه وتعالى، أخذ بيدك. لكن ما يوم إلى هؤلاء وإلى هؤلاء ويوم كذا، كنت أقول مع بعض الجلسات مع بعض المشايخ الله لا يهين، يقولون إنه ممكن الواحد يعصي ويتوب ويعصي ويتوب. قلت هذا الجاهل، هذا الجاهل. أما اللي عرف حقيقة الذنب وينه وقال الله وقال رسوله ثم يطمح فيه ويقول لا بأتوب إن شاء الله بعد هذا تسويف. التسويف فيه والله. نعم الله غفور رحيم، لكن إنك تتعمد وأن تعرف الشيء هذا البلاء شديد العقاب. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا فمنهم ظالمون نفسه. إذا أنت لا تقول لي أنا بأعمل الحاجة ذي وبرجع أنا وأنت كنت مصلي. لا، احذر احذر هو الشيطان. الدنيا كل ما في الدنيا كله زخرف وينتهي، مثل الوردة تفتح أول النهار ولما أنت تحس بالشمس تقفل. فانتبه لنفسك. وأنا أقول لك لا تعطي التسويف للناس وتقول لا بيذنب ويتوب ويذنب ويتوب، هذا للجاهل اللي ما يعرف الحقيقة. أما أنك تعرف الحقيقة وتروح تطمر فيها فهذه قد يكون عليك خطر، لأنك اتبعت هوى النفس عياذا بالله ولا هوى الشيطان. هذا التسويف. أسأل الله أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت حياة الدنيا وفي الآخرة. آمين. ثم إنه التوفيق لما تخلص النية لله سبحانه وتعالى، بمعنى تعبد الله كأنك تراه. يا سلام. فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يا سلام. ما هو إنك تجي تظهر لي مظاهر قدام الناس، ما هذا لا، أصغر الشرك. يقول أخوف ما أخاف على أمتي من الشرك الأصغر. كلش يا رسول الله فيما معناه؟ قال أن يدخل رجل على رجل وهو يصلي فيأتي المصلي فيحسن صلاته حتى يقال عنه مصلي أو متدين أو فيما معناه. هذا مصيبة يا مسلمين، على نيتك يا هذا مصيبة، والدين هو باقي. لو جينا يعني لابد أنك تخلص في صلاتك مع الله سبحانه وتعالى، تقول وجهت وجهي الذي فطرني، ثم استقم. هناك في سورة هود عليه السلام يقول فاستقم كما أمرت، هذا أمر أمرناه. وإحنا نسمع الأمر ونتجاهله. الله سبحانه وتعالى يقول فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، وأنت تقول لا هذه بسيطة وبتوب كمان. أنت تضمن حياتك حتى وإنسانك رحت قبل التوبة، حتى أنت تضمن حياتك حتى تتوب. والله ما تضمنها، والله ما تضمنها. أنا أقول لك أنت الحياة كلها يعني فيها ملذاتها وفيها أتعابها وفيها كل شيء، ولكن تعبها مع الله راحة نفسية، ساعة في الرزق ساعة في الصدق. فاثبت على الحق. قدام شويه نقول لك، يقول لك من امتي في اخر الزمان من يعمل بعمل 50 صحابي. اي اخر الزمان، نعم 50 صحابي. انت الان لو استقمت كم من الصحابه اللي خلوا عيالهم واموالهم، بل تركوا الطعام اللي في افواههم حتى يدخلون الجنه، تركوا الطعام. احنا لو يجي هذا قال لا والله باكل هذه وبعدين الرزق بكره عرب. لا يا حبيبي، الجنه ثمنها غالي. فالصحابة هذول اللي قاتلوا قاتلوا لدين الله حتى يقومون للدين، الله أكبر، مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أخرجوه لنا نقي. تأتي أنت في آخر الزمان بأجر 50 صحابي؟ لا إله إلا الله يا أخي. هل فكرت أخي المسلم لهذا الكلام؟ هل وزنت بميزان العقل والقلب وفتحت له صدرك شوي ورعيت له الأمر؟ 50 صحابي، فرصة لك أيها طلحة وعبيد الله وخالد وكذا وكذا في آخر الزمان، في آخر الزمان أجر 50 صحابي. 50 صحابي، هل أنت فكرت في الكلام هذا؟ لو جينا ناقتان كماوين الآن في حينها كانت يمكن قد تكون الوسيلة الأولى، ووصفها الرسول صلى الله عليه وسلم بأنك تقول الآن
تعال أنت لو سويت كذا وسويت كذا وعملت كذا كذا خير لك من لوكسز آخر مدير، وش بتسوي؟ يا سلام، وش بتسوي؟ والله ما يدخل النوم عينك إلا ما شاء الله، وتقعد واقف متى يجي الصبح حتى تروح تنفذ الأمر هذا. إذا هذا عمل الله سبحانه. لو جينا اليوم من عند الرسول صلى الله عليه وسلم، شوف أقارن ما بين العمل الصحابة 50 صحابي، لو جيت عند الناقة اليوم هذه اللي وصف الرسول صلى الله عليه وسلم بكم؟ 15 مليون اليوم إن شاء المزيونة المزيونة إيه؟ 15 مليون. شوف النقلة موجودة والأجر يتضاعف، ولكن ما تقول الانفتاح قال لا، أنت أثبت على دينك فالله واحد، وخلقنا الله لعبادته لا نشرك به شيئا، وما خلقت الجنة ولا إنسان. ثم إحنا جينا في كما مطرقنا الإبل والمديح، الله يجيرنا وإياكم من فعل الشيطان. إذا كان إني قال من أمتي فيما معنى الحديث، ولا بنسترسل في الكلام هذا، قال من أمتي من يأكلون بألسنتهم كما تأكل البقر، لما نفسره وقال أنا بحث على الكلام هذا قالوا كيف؟ قال لأنهم يمدحون حمدان بن ماشي بما ليس فيه حتى يكسيهم ولا يعطيهم. انتبه، لا تمدح واطي بعيدا عنا وعنكم وتنزل شريف، خل الناس يمدحهم ربي، اللي بيمدحكهم اللي في المسجد إذا دخلت وشاهدوا لك ورأوا سمة الدين وسمة الوقار وسمة الصدق والأمانة، هذا الشهادة الحق. نعم نعم، هذه اللي تنفعك. كنت انا واحد والمسلم تذكره بخير، وتذكره بخير. نعم الله. والله قبل تمدحه ان قد مدحه الله بك. الملائكه ان يحبوه ملائكه الرحمن وينادى لهم بالارض بالقبول. كنت انا واحد من الاخوان في احد المساجد مره، وصلينا الفجر وجلسنا، ويوم جلسنا بعد الصلاه وطلع الناس قال يا اخي فين؟ لا لا ما يكفي. فين دار؟ قلت لا تسأل انت نفسك. الله لا، لاني خاف نلحقهم في اشملنا التباطؤ عن الصلاه. لا 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 لا، يمكن يكون عنده حذره. قال يا اخي انا اذكره كان محدد وكان كذا كذا. قلت لا تدري، وانا يقول ما اريد بقول لك فاق، لكن المفروض ان يكون معنا هنا. ولا قلت هلا لك، انت رجل عارف yes. ما تقول شيء، لأننا حنا نقول يا مقلب القلوب. أيوة أيوة الله. فنخاف نقول لهم شيء فنطب في المحذور. يا سلام. ويصير يشمتنا بكرة. لا يس. تقول لواحد إنك إنه عاصي. نعم نعم. لا تقول لواحد عاصي. ما تعلم به. في عافية الله. الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى الصحابي قام عليه الحد فقالوا إنك ملعون، أو كما قال قال لا تعينون الشيطان على أخاكم. على أخيه. وهو سكران، هذا سكران كمان ورأوه بعينه وقد تقطر لحيته بالسكار. قال لا تعينون الشيطان على أخاكم. فوالله لا نعرف عنه ولا حب الله ورسوله. شهادة لله. الله أكبر. إذن لا تتكلم في البشر، لا تقول ذاك مسرف، ذاك ما يصلي، ذاك أكل حرام، ذاك ما أعطى الناس حقهم. لا، ربنا يحاسبه. هل أنت حسيب؟ الله الله لا تحاسب. أيوة. فإن مشكلة إن اليوم يعني الدنيا هذه إلا من رحم الله تحاول أنها تميلنا بزخرفها. والله أنا عندي لو يعطوني الدنيا كلها إني أقوم بالأمانة وأصلي لله سبحانه وتعالى، لو يعطونيها في كفة ودين الله في كفة، لا أخذت الكفة هذه، فإن الله ما خلقني إلا ليرفعني شاني في الدنيا وفي الآخرة. فهذا من توفيق الله يا أبو علي. نعم. فنرجع دائما الفضل لله سبحانه وتعالى. الصحابة كانوا يقولون والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. يا سلام. فربي لك الحمد على يعني قول الله سبحانه وتعالى يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إيمانكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فعندما الله وفقك للدين والإيمان